شركتا المعلومات العملاقة الأمريكية أبل وجوجل قررتا يوم الجمعة وقف الدعوى القضائية القائمة مباشرة بين الشركتين حول نزاعهما بشأن براءة اختراع وحدة الهواتف الذكية. المجموعتان أكدتا أن اتفاقهما هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال أن أي منهما ستسمح للأخرى باستخدام تكنولوجياتها. النزاع القانوني بين أبل وجوجل استهل في العام 2010 عندما بدأت شركة موتورولا التي شرتها جوجل في العام 2012 وشركة أبل معركة قضائية على براءة اختراع وحدة الهواتف الذكية. وبهذه الهدنة تخطط أبل وجوجل حاليا على العمل معا لإصلاح جزء من نظام براءة الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية.